الحاجه جت والحمد لله بعد طول انتظار. تعالوا نشوف من جوه بقى ان الحاجه دي لفت تقريبا العالم كله وجات لي اخيرا ووصلت، والشكر يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا لشركه playcard.space. تعالوا بقى نشوف في ايه جوه. بسم الله. لحظه واحده بس اخد غطس جوه، لحظه واحده. يا مولاي يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. البدايه مرعبه. طيب ايه دي؟ اللي عارف بقى منكم دي الكالندر بس بتاعت سنه كام يا جماعه؟ 2021. شكلها مبهدل شويه، مش مهم، المهم اللي جوه. كالندر نادره، تخيل بقى لما يكون كمان 2021. مع بعضينا هنظبط ان شاء الله. فدي اول حاجه يا جماعه. تعالوا نشوف في ايه تاني جوه. بسم الله. بوكس كامل يا جماعه لبانيني بلس، يعني موسم 22 كله بكل الانتقالات اللي حصلت. وده من الحاجات اللي انا دايما بقول لكم من احسن الحاجات اللي انتوا المفروض تجيبوها، عشان الكروت اللي جوه بتبقى مميزه جدا جدا ومحدش بيخبر منها. دايما الناس بتجيب على اول الموسم، محدش بيجيب على الانتقالات، فده مميز جدا. وهنكتشف وهنشوف نفتح الحظ مين. معانا 36 باك. معانا البوكس بتاع بريزم. عارفين يا جماعه بريزم؟ بانيني بريزم يعني الواو، يعني التميز العجيب. لما نعمل انبوكسنج هنعرف اللي جوه كروت بريزم وباكات بريزم في بانيني، يعني رقم واحد. طيب معانا ايه يا جماعه؟ معانا واحده مالتي باك لبلس 22 بلس بانيني. الله، معانا واحده مالتي باك 2023. دي من احلى الحاجات في الدنيا. ليه؟ خمس باكات ومعانا واحده مضمونه معانا الليمتد اديشن ديت، ومعانا هنا الاستاذ العظيم بتاع الليجند، وممكن يطلع لنا اوتوغراف، الله اعلم، هنشوف بقى ربنا يسهل. معانا الستارتر باك يا جماعه بانيني، يعني القدره كلها وبلس. خدوا بالكم ها، وده الشغل العالي ما شاء الله. تنات يا جماعه، التنات 2021، الصفرة الخضراء الزرقاء الحمراء، هي بينك مش حمراء، بس هنشوف مع بعض ان شاء الله. طبعا يا جماعه خلينا واحنا بنانبوكس نقول لكم ايه اللي جواها، مش هنضيع وقت النهارده، هنقول لكم بس الحاجات اللي جت. ايوه بقى، ايوه بقى، الستارتر باك بتاعت البوم الاستيكرات الدوري الانجليزي ده ما اتشافش، ما جاش قبل كده. معانا الستارتر باك، هنشوف بقى ايه اللي جواها. طبعا انا متحمس ليها جدا، وصلاح منور اهوت، تمام. وجاي معاها حاجه ثانيه مفاجاه، بوكس فيه 100 باكيت استيكرات. 100 باكيت استيكرات. فاكرين التنات اللي قلنا عليها من شويه بتاعت 20 دي؟ فاكرينها؟ فاكرينها كويس جدا. تعالوا التنات هي هي بس الموسم 23. الالوان بتختلف في ايه؟ هل هي شكل بس ومنظر؟ مش بانيني، بانيني ما بيتحركش. اللي بتعمله في بانيني حاجه، كل حاجه ليها معنى. هنشوف مع بعضنا ايه الاخبار ان شاء الله. مش هحرق المفاجاه. لقيت دي نسيتها. دي تنايه مش كروت، دي تنايه الاستيكرات. اول مره يا جماعه اسمع عن تنايه استيكرات. قال لك فيها 50 ستيكر انسايد. هنشوف بقى شكلها. خد فدي مع دول. اكبر تنايه في الموسم الجديد 2023. فدي بقى بيكون فيها بقى جواها، خلوها بعدين في الانبوكسنج. عارف انا مضايقك وانا عارف، كنت مستنيها. عارفين دي ايه؟ فاكرين البوكس بتاع اتلتيكو مدريد؟ ده زيه ليوفنتوس. ده في بقى حاجه، عشان اكون صريح معاكم، انا جايبها للانفراد، بس بصراحه انا جايبها مفاجاه لابني آسر، هيحبها. عارفين هي ايه؟ فورتنايت يا جماعه الستارتر باك الجولد. الجولد، عارفين يعني ايه جولد يا جماعه؟ عارفين يعني ايه جولد؟ جولدن فريم سيريز، اجدد حاجه ستارتر باك، البوم بالاستيكرات. وخدوا المفاجاه القصوى يا جماعه، بوكس مليان استيكرات. حلم الحياه، الهول اوف فيم، 1000 بوكس في العالم، فانا جالي واحد. يعني في 999 واحد تاني عنده نفس البوكس ده، و1000
ولكن الكروب مختلفة. اتمنى ان شاء الله المرقم يطلع حاجة كويسة. هتسألوني انا عايز مين؟ اجيب بيكم. ده اللي يهمني. بس هتشوف مين اللي جوه وربنا يسهل. ده فيها لا من جوه من بلاي كارد سبيس، ده شغل فنادق. بسم الله. الحب. ثلاث باكات ماتش اتاكس يا جماعة كروم. يعني الكروت اللي جوه كلها كروم. ممكن يطلع لنا حاجة مرقمة. ممكن يطلع لنا كارت موقع. موقع مرقم. خلينا نشوف. طبعا دول هنفتحهم على حظ ناس معينين. ما تنسوش. طيب. في هدية كبيرة. في هدية تانية. الهدية التانية دي يا جماعة جاية لي مخصوص. من واحد اسمه محمد حسام. هنعرف هو مين ولازم نعمله فيديو لوحده ونعمله منشن للراجل العظيم دوت. ابعت لي هديه. اهي اهي شايفين حبيبي يا محمد يا حسام. هفتحها في فيديو لوحدها دي ان شاء الله. ربع مين نشوف ايه الاخبار. والهديه ديت فيديو لوحدها برضه دي اللي جايه منهم بقى. خلاص ايه رايكم يا جماعه في الكنز اللي انا حواليه ده؟ ايه رايكم يا جماعه؟ اتمنى تكونوا مبسوطين متحمسين للعظمه اللي انا حواليها دي ان شاء الله رب العالمين. استنوني بقى في فيديوهات نار جايه ان شاء الله. انبوكسنج تابعوا هنا وعلى القناه وهنشوف حاجات على حظ الناس لا تنتهي ان شاء الله. معايا دايما عشان الجديد والتميز.